إخوان، دائما في إطار العناية بالطيور وحبنا لطائر الحسون، أنا مشيت هذا الصباح جبت تاني التفاف. هو تفاف ودرتو في سطل ديال الماء، فيه النصف ديال الماء، وكنخشي فيه باش كيبقاو محافظين على الخضرة ديالهم، وكتبقى الورقة ديال سميتو كتبقى طرية تقدمها للطائر. هذا هو نبات التفاف، ويو الطويرة تاعهم ما كيتشمسوا. ما تبارك الله، هذا ذكر حسون، انا نعطيهم يدوشوا دابا ان شاء الله باذن الله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم بارك. الإخوان دابا هادو ديال الدوش، هاد جوج طويسات ديال الدوش، وانا غادي ندير فيهم. هذا داير انا خل التفاح هنايا، كندير بضع قطرات، واحد عشرات القطرات تقريبا، هو مزيان بالنسبة للطيور، كيطرد الحشرات، ولا كان شي فاش في الريش ديال الطائر كيجري عليه. وانا غادي نعطيهم يدوشو، نتوما غتشوفوا معايا كيفاش كندير. دابا هاد القفص انا دايرو، دابا انا حطيت فيه هادوك جوج طاسات ديال الدوش. هاد القفص انا دايرو خصيصا لهاد الذكورة دابا ديال الحسون. هادو دابا دايرهم انا في قفوصة هنا بحال هكا. هانتوما دابا هادو ما كيبغيوش الشدان، بقيتي كتشدهم كيخافوا منك بزاف. دونك هانتوما شوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير انا. ها حنا حيدت هذا، غادي نجي غادي نفتح ليه الباب هذا هانتوما، وغادي ندير بحال هكا حيت هو ما كيبغيش الشدان. غنفتح باش نحيد هادي، غنفتح ليه الباب. عرفاش تيبان ليكم شي ولا والو؟ ندرك واقيلا عليكم بيدي. غنفتح ليه الباب باش يدخل. هو دخل، غنحيد القفص باش نديه نقيه. هو تبارك الله، تكير اللهم بارك. هو غادي يجي يدوش بإذن الله، اللهم بارك. يلا دوش مع راسك، يلا هنيئا لك، صحتك مسبقا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هاهو كيدوش، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دوش مع راسك، دوش. غنمشي نجيب الاخر نخليوه يدوش، غنجيب هذا حتى هو. هذا مازال شويه كيخاف، هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم اول عام غادي نخدم به الى سخر الله. حتى هو غندير ليه نفس العمليه ونطلقو. وخاصك تحضي وتكون حاضي باش ما تقولبش. خليوه تاني، غنمشي نجيب الاخر حتى هو. نجيب هذا حتى هو، غادي نطلقو باذن الله معهم حتى هو يتمتع مع راسو ويدوش
يبدل يلا سير. هاكاك برافو عليك. يلا يلا دوشوا ليا مع راساتكم يلا. اللهم بارك. يلا بالصحة والراحة. اللهم بارك. هكا الاخوان كتعطي الطويرات ديالك يدوشو ويتشمشو. اليوم رحنا في الشهر 4 على ما اظن، 4 في شهر 11 2022. تحياتي الاخوان، اللهم يسر باش ما نطولش عليكم الفيديو.